عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأهلا، سائل كريم من مصر أرسل مجموعة من الملصقات وفيها يتكلم عن فضل كل صلاة من الصلوات. فمثلا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الفجر إن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان، ويسجد لها كل كافر من دون الله، فما من مؤمن يصلي الفجر 40 يوما في جماعة إلا أعطاه الله براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. قالوا: صدقت يا محمد. إن هذا كان سؤال من مين؟ كان سؤال من اليهود، جماعة من اليهود جول النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن كلمات أعطاهن الله تعالى لموسى بن عمران، لا يعطيها إلا لنبي مرسل أو لملك مقرب، وأخذوا يسألونه عن هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله على المسلمين. ثم بعد ذلك صلاة الظهر إنها الساعة التي تسعر فيها جهنم، فما من مؤمن يصلي فيها يصلي هذه الصلاة إلا حرم الله تعالى عليه لفحات جهنم يوم القيامة. وأما صلاة العصر فإنها الساعة التي أكل فيها آدم عليه السلام من الشجرة، فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة إلا خرج عن ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم تلا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب الله فيها على آدم عليه السلام، فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه. وأما صلاة العتمة صلاة العشاء فإن للقبر ظلمة ويوم القيامة ظلمة، فما من مؤمن مشى في ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عليه وقود النار، ويعطى نورا يجوز به على الصراط، فإنها الصلاة التي صلاها المرسلون قبلي. نقول: هذا الحديث كله كذب موضوع أيها الكرام الفضلاء، فانتبهوا. حفظكم الله تعالى ورعاكم وكفاكم وآواكم، ولا تنشروا شيئا إلا بعد أن تتأكدوا من صحته، إلا بعد أن تتأكدوا من صحته. وهذا الحديث ذكره أبو الليث السمرقندي المتوفى سنة 75 و300 في كتابه تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين. وأهل العلم نصوا أنه حديث باطل مكذوب. وقال شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب تلخيص الاستغاثة أن هذا الكتاب، أعني تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين لأبي الليث السمرقندي، قال: لا يعرفون الصحيح من السقيم، ولا لهم خبرة بالمروي المنقول، ولا لهم خبرة برواة النقل، بل يجمعون فيما يرون بين الصحيح والضعيف، ولا يميزون بينهما. وقال الذهبي في سير علم النبلاء، قال: وتروج عليه الأحاديث الموضوعة. أيضا لما هنا قال عن صلاة الظهر بأن الساعة التي تسعر فيها جهنم، والثابت أن ساعة تسعير جهنم هي قبيل الظهر، كما جاء حديث الإمام أحمد صح العلامة الألباني، ولذلك صححه وأيضا صححه محقق المسند. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر بعد الزوال 4، ويقول: إن أبواب السماء تفتح فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا، فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. وأيضا إن الصلوات الخمس هذه من خصائص الأمة، أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم تكن فرضت على الأنبياء قبله لكي يعرفوها. ولذلك بوب السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى قال: باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بمجموع الصلوات الخمس ولم تجمع لأحد، وبأنه أول من صلى العشاء ولم يصلها نبي قبله. وروى فيها حديث أبي داود الصحيح الألباني: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم، يعني صلاة العشاء. وأيضا من أدلة الوهاء والضعف والنكارة والوضع لما ذكر آنفا، لما حدد الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة والساعة التي تاب الله فيها عليه، وكل هذه إسرائيليات ولا يصح فيها خبر عن المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الخلاصة أيها الفضلاء الكرام،
أن هذا حديث باطل موضوع. نسأل الله السلامة والعافية والسترة والتوفيق والسداد والرشاد. تم تحرير صوتين في ظهيرة يوم الأربعاء، ومن نافلة القول أين بين الظهر والعصر دعوة في يوم الأربعاء، الإنسان يدعو بما شاء كما جاء من حديث جابر عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بين الظهر والعصر يوم الاثنين والثلاثاء واستجيب له في يوم الأربعاء، فما مر بي من أمر غيظ إلا تحريت تلك الساعة فيفرج الله عني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومجموع الفتاوى بذلك رحمه الله. وحسن الحديث الشيخ الألباني. غرة صفر لعام 43 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام. ومن نافلة القول نقول أنه من الأخطاء بعض الناس يقول لك صفر الخير، نقول صفر لا خير فيه ولا شر، كما قال الشيخ ابن عثيمين هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والخير والشر كله بيد الله تبارك وتعالى، والشر ليس لله، ولا يوجد شر محض، والشر ليس إليك، لكن كل شيء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا وإلينا ترجعون. فالتزموا السنة رعاكم الله وكفاكم وآكم. اللهم احفظ ولدي على طاعتك وارزقني برها، وارحم أبي وأخي وعمي وجماعة المسلمين والسلمون، واختم بالصالحات أعمالنا، وعسلنا عند موتنا، واستعملنا ولا تستبدلنا. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.